صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطيلي لايك للفيديو ده واشتركي في الشانل بتاعتي لو اول مرة تشوفيني. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. كان في ايدي كده الدنتال فلوس دي يا جماعة، فقلت كده ابدأ معاكم الفيديو بيها. عايزة اقول لكم من الحاجات المفيدة جدا، عايزة اقول لكم بجد بجد سناننا من اهم الحاجات اللي لازم تكون اولوياتنا اكتر من البشرة والشعر والجسم اصلا، لان دي وجهتنا يا جماعة، فلازم ننظفها بكل الطرق، مش هنكتفي بالمعجون بس، ممكن نستخدم كمان غسول للاسنان. وكمان الدنتال فلوس دي حلوة قوي، بتشيل اي حاجة حرفيا يا جماعة، بجد خطيرة. وسعرها كان رخيص وعبيط جدا، كان تقريبا 24 قطعة ب 12 جنيه حاجة زي كده، سعرها عبيط قوي، موجودة في كل الصيدليات. وده شكلها، عشان لو حابة تعملي سكرين شوت وتشتريها. مستخدمة كمان الجود سمايل ده من ماي واي، غسول الأسنان وكده. هو من الحاجات الكويسة يعني بالنسبة لسعره، بس طعمه لاذع قوي يا جماعة، طعم النعناع قوي جدا فيه. أنا مش من الناس اللي بتحب الغسولات بتاعت الفم، بس أنا هحاول انتظم عليه الفترة الجاية وكده، هشوف النتيجة بتاعته برضو، هطلع اكلمكم عنه اول ما اخد تجربتي الكاملة بجد عنه. مع ده سيتالي ان انا بديه لبيلا لما بتكون تعبانة وكده، كنت الاول بديها الدروبر بس هي كبرت، فهم الصيدلي بقى يديني الكبيرة دي وبديها مثلا ما بيقولوا 2 سنتي، في يعني اللي هو كده تمام هنا كده، ويا اما نص الغطا ده او ربع الغطا ده. تمام ده شكله، ومش عارفة سعره كام بصراحة يعني، بس بجد الافكت بتاعه ممتاز، احسن كمان من الدروبر، خطير. وكده كده هيكون عندي عشان التطعيمات بتاعتها يوم 28/12، اخر تطعيم السنة ونص. بس كل الناس مخوفاني منها يا جماعة، بتقولوا ان هو يعني متعب قوي وهيتعبها وهيخليها رجليها مش عارفة تمشي عليها وكده، فانا لسه مش عارفة، بس ربنا يستر يعني. فعشان الناس اللي بتسألني عن الدواء اللي بديه البلة بتاع السخونية، هو ده. وبرضو يا جماعة قبل ما تشتروا اي حاجة اسألوا الدكتور بتاع اطفالكم. شايفين كل اللبس ده انا عند ماما طبعا، بس كل ده المفروض هطبقه وهشوف اللي هلبسه هنا عند ماما، والباقي هحطه في دي عشان هوديه على الصيف بتاعي اللي هناك في الشقة. كمية اللبس بتاعت المصيف رهيبة رهيبة رهيبة، ربنا يقويني بقى. والمفروض النور كان قطع دلوقتي، بس مش عارفة ليه عمالين عنده يغيروا المواعيد، اللي هو في ايه حضرتك، احنا اتعودنا على ميعاد معين، في ايه بجد. جدا بصراحة، فحطيت كده صينية الأجنحة بالبطاطس دي كده تتسخن، وهغرف دلوقتي الأكل عشان نتغدى كلنا أنا وبيلا ومرون. تحديث كده عن بيلا، بيلا تعبانة يا جماعة قوي، وهتكشف يا النهاردة يا بكرة إن شاء الله، بس الأكيد أكيد النهاردة. فهنتغدى دلوقتي وابقى أكلمكم أقول لكم التفاصيل وإيه الأبديتس اللي حصلت. إيه بقالي قد إيه مشربتش شاي أخضر؟ أنا بقالي فترة طويلة جدا على فكرة مشربتش، فقررت اشرب واحد شاي اخضر دلوقتي، يعمل لي ديتوكس كده لبشرتي وجسمي. بصوا ده احمد تي، بصوا يعني انا بصراحه الشاي الاخضر بتاع احمد تي مش بفضله قوي، نفسي اجرب قوي من عنده الشاي اللي بالخوخ وكده. انا والله العظيم كل مره بروح فيها كارفور انا بنسى اجيب من عنده، بجد والله العظيم بجد بنسى اجيب من عنده، فانا عايزه اجيب من عنده بصراحه انواع تانية غير الشاي الاخضر. ده سعره 34 جنيه، تمام، في تقريبا 24 باكت، وتشز حلوة قوي قوي قوي، بيقعد فترة طويلة خلي بالكم، يعني لو قلنا هشرب واحد كل يوم يقعد معايا شهر، انتوا متخيلين؟ وانا طبعا ساعات بفوت يوم، مش شرط اشرب كل يوم يعني جرين تي، بس على فكرة الجرين تي والجرين كوفي بيقولوا انهم حلوين قوي، يعني احسن على الاقل من الشاي العادي او من النسكافيه، فاهمين؟ فلو انتوا عايزين تخسوا عايزين تعملوا ديتوكس وكده، جو اهيد في الحوار ده. جيت اشرب الشاي بتاع احمد تي، ما قدرتش اكمله بجد يا جماعه، من ابشع انواع الشاي. ايه ده بجد، جرين تي ده ولا ايه ده بجد، دراجز. وحش قوي قوي قوي، مش هرجع بجد اشتريه تاني، وهقول لماما ما تجيبوش عندها، بجد همنع اي حد يشتري هذا الكائن. اوكي ايزابيلا زي ما قلت لكم من شويه، اقول لكم الابديت، ايزابيلا تعبانه، هي نايمه دلوقتي، خدت استراحه محارب يعني. ميرون نايم برضو، هيصحى دلوقتي وهياخدها وينزل يكشف بيها، يا رب بس يلحقوا الدكتور، لان هو نايم حرفيا يا جماعه، فاصل
فاصل بجد، وهي يعني نايمة تعبانة بجد. فإن شاء الله يلحق الدكتور وكده. وبجد بجد يا جماعة أكتر حاجة بكرهها تعب الأطفال ده، ربنا ما يوجع قلب أي أم على طفلها أو طفلتها، ربنا يشفيها لي ويشفي كل طفل مريض. انا بحاول اتمشى، عايزه اتمشى بقدر الامكان لان انا ملخبطه في الاكل الفتره دي جدا فوق ما تتخيلوا، شويه هيلسي وشويه ان هيلسي، مش عارفه استقر بصراحه لان حالتي النفسيه مش احسن حاجه، مش عشان الخروج ولا اي حاجه من دي، لا حالتي النفسيه من ناحيه الاكل يعني عندي اضطراب شويه في الاكل الفتره دي، مش عايزه ارجع هيلسي 100% في نفس الوقت عايزه اكل حاجات نفسي فيها، فاهمين؟ فانا بحاول والله العظيم ما لخبطش على قد ما اقدر، بس نفسي بتروح لحاجات لخبطه، يعني نفسي بتروح للحاجات اللخبطه بالاكتر، فبحاول والله اسيطر بس غصب عني، بس حتى لو لخبطت في الاكل بعوضها بالحركه. انا ما بنزلش كتير من البيت بس بحاول اتمشى جوه البيت، فانا دلوقتي بحاول اتمشى، اتمشى زي ما اتمشى بقى، اتمشيت 1000 خطوه 2000 3000 على قد ما اقدر وعلى قد ما قدرتي لاني برضو تعبانه، فاللي هو ايه يعني تشجعوا وامشوا حتى لو انتوا جوه البيت ومش بتنزلوا. يا جماعه اختي لسه جايبه الاتنين دول، بصوا الليب بالم بتاعت لابيلو بقت ب85 جنيه، اللي هي اللي بالستروبري دي، تمام؟ طبعا اللي مش عارفها اوريكم شكلها، بتبقى شكلها كده تمام، مش بتدي اللون اللي انتم متخيلينه، بتدي هنت كده احمر، ترطبها يعني مترطبها كويس، بس 85 جنيه كتير بصراحة، يعني مش عارفة بصراحة غلت قوي ليه كده، مع ان في بدايل برضو ارخص وبتدي نفس الافكت، والمج ده كده من المنشية سعره 45 جنيه، سعره رخيص يعني بصراحة، انا شاكة ان هو هيقشر او اللون بتاعه هيروح، شكل شك هيطلع في محله كده، بس حبيت اوريكم الاتنين دول كده. طبعا الليب بالم لازم تستخدميها، دي مهمة جدا في الروتين بتاعك عامة، لان شفايفك من غيرها هتغمق وهتعجز، يعني متفتكريش انها هتجف بس، لا الشفايف بتعجز ومحتاجة ترطيب زيها زي البشرة. يا جماعة طبعا انتوا عارفين ان اختي بتعمل كروشيه وكده، داخل علينا الشتا بقى والحاجات الحلوة بتاعة الشتا دي، فبصي هي لسه عاملة دي، بص شكلها عامل ازاي، اللي حابب الاكونت بتاع الانستجرام يكتب لي في الكومنت وانا هنزله لكم على طول، او ادخلوا لي يعني على الانستجرام واسالوني وهبعت لكم اللينك بتاعها، شكل الحاجه بتاعتها تحفه، وهي بتعمل يعني الحاجات دي يعني مش شرط تجيبوا لها ديزاين معين وكده، بتعمل اي ديزاين يعني. هنا بقى بالله انا زي اتكشفت خلاص، جدها جاب لها برتقان عشان هي بتحب البرتقان جدا، فجابوه لها كده، بجد طعم البرتقان حلو قوي يا جماعه، خلاص البرتقان طالع زي الفل وزي القشطه بجد، حبيت ان انا اوريه لكم كده، بجد خرافي تمام. وجاب لها بقى الدوامرون، شويه ادويه كده والله العظيم خدتهم بالعياط يا جماعه وبالعافيه، بالعدو الادويه، وانا مش عارفه اعمل ايه بجد معاها في الحوارات بتاعه الادويه دي، بس يعني اعمل ايه، بديها بتقعد تعيط بالساعه وبالساعتين والله، بعدي اللي هو اليوم كله بالنسبه لي بيكون زن وبس، بس هعمل ايه، بالشفا ان شاء الله، والنقط دي لما تصحى ان شاء الله هديها لها، عشان هي طول الليل حرفيا مش عارفه تتنفس بجد. بصوا اصلا شكلها عامل ازاي، باين عليها حبيبي التعب قوي والارهاق اصلا. يا جماعه احنا مربيين كلب وقطه اللي مش عارف عند ماما، يعني لسه جايبين الرمله دي بتاعت القط، بصوا على فكرة البراند بتاعتها حلوة قوي، انا مش عارف طبعا البراند بتاعت الحاجة بتاعت القطط، بس احنا دايما بنجيب دي وحلوة جدا، وكمان يعني هي مش بتطلع ريحة، فاهمين قصدي ايه، اسمها ريست كات. طبعا ايزابيلا عمالة تزن لو سمعين صوت عشان خدت الدواء، الدواء بالنسبة لها بجد كارثة، يعني تعمل اي حاجة في الدنيا غير انها ممكن تاخد دواء زي البني ادمين الطبيعية كده، فاهمين، فهي اتدمرت نفسيا عشان الدواء، بس بجد مش عارفة اعمل ايه، بكره التعب بتاعها عشان لحظة الدواء دي بجد. بصوا دي شكلها اهو اهو، خدوها سكرين شوت لو عايزين ان انتوا تجيبوا زيها، بجد خطيرة خطيرة، بتقعد فترة طويلة جدا. احنا القط بتاعنا لو الرملة بتاعته خلصت ما بيعرفش يعمل بيبي، هو حرفيا بيقعد ينونو طول الليل والنهار عايز الرملة بتاعته، فجبنا له بقى كمية كبيرة 5 لتر، راح اشوف ايزابيلا. يا جماعة الجل ده من ماي واي بريحة اللافندر، كنت جايباه من ساعة جهازي يعني بقاله 2 سنين حرفيا، وانا ما جيتش جنبه لسه فاتحاه، واستخدمته النهاردة اول مرة، فقلت اوثق معاك اللحظة دي،
يعني بجد مش عارفة انا ازاي ما استخدمتوش. يعني هو 70 جرام وكان سعره رخيص وقتها من سنتين، سعره تقريبا يعني حاجة و20 جنيه، اللي هو ولا حاجة. دلوقتي سعره 60 جنيه و70 جنيه في ماي واي، تمام؟ فهو زي ما هو انا هبدأ استخدمه عشان اخلص منه بقى. بجد قاعد معايا بقاله فترة طويلة جدا. خلصت بقى النهاردة اللاصقات دي بتاعة الحبوب، تمام؟ دي عشق يا جماعة، مهما خلصت لازم ارجع اكررها تاني. من الحاجات بصراحة تحفة جدا للأكني، أولا بتمنع البكتيريا تخش للأكني، ثانيا بتخليها تخف بسرعة جدا، ثالثا يعني بتمنعك ان انت تهرشي فيها او تعملي حاجة وتسيب اثر، فاهمين؟ فهي مفيدة بكل الحالات. سعرها 30 جنيه، فيها 24 قطعة، وتشيز حلوة قوي. كانت الاول طبعا ب20 جنيه و25، وتلاقيها دلوقتي كمان غليت، بقت 35، لاني بقالي شهر ما اشتريتهاش. شهر ده كتير، انا كنت بشتريها الاول كل اسبوع، بس الحمد لله يعني بشرتي في الشتاء بتكون افضل شوية. انا عملت دلوقتي زبادي لايت بعسل، ورشيت رشة مورنجا، تمام؟ بس عامة عكيت في الأكل النهاردة، يعني كلت كاندي وكلت توينكز وعكيت، يعني ما شاء الله. باجي بس في حاجات أعملها دايت والباقي بعك فيه. كان في بنت بتقولي أكلات للدايت، والله يا جماعة أنا حياتي مخلطة، نصها دايت ونصها عك. وبلاش تعتمدوا على روتين حياتي بجد، لأن ده ما بيخسس يا جماعة. آخر كام واحدة كاندي معايا، تمام؟ كان في بيضة بس أكلتها، ده شكل حوت كده، وده قلب. بصوا دي الاشكال اللي متبقيه معايا اصلا بس، وشكل الموزه وشكل المخ. في بقى من المخ ده اهو ازرق واحمر، تمام؟ الحيتان دي كان في منها الوان كتير. القلب ده طعمه حلو قوي، ميلكي، طعمه ميلكي قوي. الكندي اصلا تحفه جدا يا جماعه والله، يعني الكندي ده مش بيشغل هرمون السعاده، وهرمون السعاده ذات نفسه. بس اجمل حاجه بقى ان كل حاجه وليها طعمها. بما اني طلبت من ماما بكره نجرسكو، فجابت كيس مكرونه قد العالم كله اساسا، يعني كيس مكرونه كبير قوي. بس انا سوبر سوبر اكسايتد للنجرسكو اللي هتتعمل بكره يا جماعه. بصوا عايزه اوريكم، مرون كان جايب لي دي واحنا مسافرين، كنا جايبين طبعا حاجات كتيره جدا. فتراك المربى دي هي متبقيه الغلبانه الوحيده، يا ريتني ما جبتها، عشان احنا اصلا ملناش تقول على المربى قوي، مش عارفه بجيبها ليه. بس والله ساعات بتنفع، ساعات يعني مش على طول، بس ساعات. يا ريتني جبت حتى الدايت منها، كان زماني مستفيده منها وباكل منها من غير ما احس باي ذنب. يعني اكلمكم عن الكريم ده من عبد الصمد القرشي، والمسك ده من عبد الصمد القرشي. مبدئيا كده من غير بلف ودوران، الاتنين دول كوبي، تمام؟ دول مش الاصليين. طيب انا ليه جبتهم؟ جبتهم من باب الفضول والتجربة، انا عايزة اعرف ريحتهم ايه، الثبات، الافكت بتاعهم، فضول بقى مش اكتر يعني، تمام؟ طيب اتصدمت، ريحته خطيرة، بيثبت في الهدوم جدا، كميته محترمة. بصوا الابليكيتور بتاعته كمان بتطلع كويس جدا، الابليكيتور بتاعته محترمه، عجبتني. كان معاهم صابونه كمان، الصابونه في بيتي حطاه از صابونه يعني لغسيل الايد بعد الاكل، يعني مش هستخدمها لجسمي ولا حاجه. الكريم ده بستخدمه كمخمريه، كترطيب وتعطير، تمام؟ عايزه اقول لكم القوام بتاعه كريمي قوي، بيسيب ريحه حلوه قوي في الجسم، كميته محترمه، بحتاج منه كميه قليله جدا، والاتنين تحفه. صحهم بصراحة لأي عروسة هتتجوز بصراحة، يعني عجبني مع انهم كوبي. ميرا بترشح حاجة كوبي يا عادي، طالما المفعول بتاعهم ممتاز وهيعجبكم وريحتهم هتدوم. اهم حاجة المسك تستخدميه على الهدوم فقط، بلاش على الجلد، والكريم تستخدميه على جسمك عادي كترطيب. يعني صحي حاليا، بيلا نايمة بجد، كانت تعبانة طول الليل يا جماعة خالص. لما تصحى اديها الدواء، مشكلة ان الدواء الفقرة بتاعتها دي مش بتحبها خالص بجد، بكل الطرق وكل حاجة. يعني احاول معاها بقى على قد ما اقدر. صحي النهاردة تعبانة شوية، متكسلة شوية. الساعة دلوقتي انا صحيت الساعة 12، واتشز حلو يعني. بيلا لسه ما صحيتش، بيلا بتقوم بعدها كام نص ساعة او ساعة يعني. عايزة افوقها دلوقتي عشان مش عايزة اتأخر في النوم بجد، يعني نمت امبارح الساعة 2 الا 3، فمش عايزة اعيد الكرة تاني. فهولع النور دلوقتي وافوقها، بس حبيت ان انا اصبح عليكم كده، ودقيقة ولا دقيقتين كده هطلع اعمل الفطار.
انا بحب اقعد يعني 5 دقايق، ربع ساعة، ساعات، نص ساعة، ساعات، ساعة والله يا جماعة من غير الفطار كده، بسيب معدتي اللي هو تاخد هدنة كده، فاهمين؟ اللي هو تاخد ريست قبل انا ما افطر وكده. وممكن اقعد برضو وقت اطول على فكرة، يعني ساعات بطول، بعمل صيام متقطع، يعني بيبقى كبير 12 ساعة، مش اللي هو بيبقى كبير وقت طويل وكده، لا بيكون كبير 12 ساعة وباكل، فاهمين؟ 12 ساعة بالنوم طبعا، يعني نمت 9 ساعات، قاعدة بقالي ساعة كده، 10 ساعات، فكده متبقي لي تقريبا ساعتين، فاهمين؟ عادي ساعات بكمل عادي، مش بيفرق معايا. تمام كده وصلنا لحد نهاية الفيديو بتاعنا. متنسيش طبعا تعملي لي لايك وكومنت واشتراك لو أول مرة تشوفي التشانل بتاعتي. بحبكم جدا جدا جدا، تابعوني بقى عشان بجد يا جماعة بتعب في الفيديوز قوي يعني.